ما حكم كتابة اسم الميت على القبر؟ وما معنى النهي عن تجسيس القبر؟ نعم، كل ما فيه غلو في الميت وصرف نظر الناس إليه فإنه منهي عنه، لأن هذا من وسائل الشرك، فلا يكتب على القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، لأنه إذا كتب عليها تعلقت قلوب العوام والجهال وقالوا هذا ولي من أولياء الله والتفوا حوله، لا سيما إذا كان هذا العالم مشهورا بالعلم ومشهورا بالعمل الصالح ووجدوا قبره وعرفوه فإنهم يتعلقون به. فلذلك القبور لا تميز بعضها عن بعض حتى لا يعرف بعضها من بعض، حتى يفوت على العوام ودعاة الضلال تعلق بالقبور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، لا اسم الميت ولا غيره، ونهى عن تجصيص القبر وهو تلوينه بالجص أو تلوينه بالنورة أو بالبوية، لأن هذا يصرف الأنظار إليه، هذا يصرف الأنظار إليه، وهذا سبب للغلو به وتعلق الجهال والعوام به، يقولون ما عملت له هذه الألوان إلا لأن له سراً وله مكانة يتعلقون به. فالقبور تكون على حد سواء، ما يتميز بعضها عن بعض حتى لا يتعلق بها الجهال والعوام والخرافيون. نعم، ما يعرفون قبر هذا من قبر هذا، علشان ينقطع عليهم سبيل الغلو. نعم.